ما زلنا نتابع تداعيات الهجوم الإرهابي المسلح على نقاط على الجنود والضباط المصريين في نقاط قوات حرس الحدود. ووصلنا الآن أن اللواء أركان أحمد يوسف قائد قوات حرس الحدود قد توجه إلى منطقة كرم أبو سالم وإلى نقطة الماسورة حيث وقع الاشتباك. والأنباء من إسرائيل تؤكد أن الاشتباكات ما زالت مستمرة على الحدود مع الهاربين من تنفيذ هذه العملية. وأنباء من مصادر أمنية مصرية تتحدث عن تسلل لبعض الجهاديين من قطاع غزة لتنفيذ العملية مع بالاشتراك مع جهاديين آخرين من داخل سيناء. وكانت بعض المصادر الإسرائيلية والمخابرات الإسرائيلية قد حذرت منذ أيام ونشر هذا التحذير في الصحف الإسرائيلية وأبرزها يدعوت أحرنوت من عمليات إرهابية ستنفذ في سيناء خلال أيام. وطلبت إسرائيل من رعاياها في سيناء بمغادرة سيناء خوفا أو خشية التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف سياح إسرائيليين وتستهدف أيضا المنطقة الحدودية المصرية الإسرائيلية. وهو ما نفته مصادر أمنية مصرية حينها. ومعي على الهاتف السيد نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في غزة. مساء الخير يا أستاذ نافذ. خير، أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. تعليقك إيه على هذه العمليات والأنباء من مصادر أمنية مصرية أن عناصر تسللت من عبر الأنفاق من غزة للمشاركة في تنفيذ هذه العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤكد أننا وبأقصى العبارات ندين ما حصل. هذا الكلام لا يجوز على الإطلاق. لا يجوز أن يوجه رصاص لصدر مجند مصري مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف ومهما كانت الملابسات. ما حصل أمر معيب وندينه وبشدة. أما التعليق على كلام المصادر الأمنية حول تسلل أفراد من قطاع غزة فهذا الأمر لم يثبت بالنسبة إلينا ولا توجد لدينا أي معلومات حوله. يعني ليس لديكم أي معلومات حول تسرب أو تسلل هذه العناصر؟ نعم. طيب أرجو أن تبقى معي على الهاتف. طيب ماذا عن الأنفاق؟ يعني لدينا مشكلة أمنية في قضية الأنفاق وهناك مشكلة أمنية مصرية حول ذلك. هل بصراحة غزة مستعدة لإغلاق الأنفاق إذا ما طلبت مصر ذلك رسميا؟ نتصور أن الأجواء الآن مهيئة تماما للوصول إلى تفاهمات واتفاقات حول كثير من الأمور بين الفلسطينيين وبين مصر، وبالذات بعد الثورة المباركة ثورة 25 يناير. نحن كفلسطينيين معنيون تماما باستقرار مصر وأمنها ومعنيون تماما بتثبيت الأوضاع في مصر. هذا مفيد لنا كفلسطينيين وهذا بلا شك يعني المنطقة العربية بأسرها. مصر طوال الوقت كانت صاحبة دور ومصر لها ثقل كبير إقليميا ودوليا، وبالتالي من مصلحتنا ومصلحة العرب جميعا ومصلحة المسلمين أن تكون مصر مستقرة وأن تكون مصر قوية وأن تكون مصر متماسكة. هذا بلا شك أمر يعنينا ونحن نؤكده في كل المناسبات. يعني إذا طلبت السلطات المصرية بوضوح إغلاق الأنفاق لأنها في الوقت الحالي تمثل تهديدا للأمن القومي المصري، هل أنتم مستعدون لتنفيذ ذلك والالتزام بذلك إذا كنتم كما تقولون وأنا أثق في كلامك أن أنتم بالفعل يهمكم الأمن القومي المصري وعدم تسلل أي عناصر وما إلى ذلك؟ هل أنتم مستعدون أن تلتزموا بإغلاق الأنفاق إذا ما طلبت السلطات المصرية بوضوح ذلك، وفي المقابل كان في فتح يعني مقنن للمعابر طبقا لاتفاقية المعابر؟ جزء كبير من الأنفاق، جزء كبير بل الجزء الأكبر يستخدم للأغراض التجارية، وأنتم تعرفون الواقع الصعب الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين بشكل عام وعلى قطاع غزة تحديدا.
أنتم بالتأكيد الآن لديكم صورة واضحة عن أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي الجزء الأكبر من الأنفاق تستخدم للأغراض التجارية، ولكن نتصور أن الأمر يمكن أن يتم من خلال حوار ومن خلال نقاش ومن خلال الاتصالات بين أشقائنا وإخواننا المصريين مع الفلسطينيين، ممكن أن يتم التوصل إلى تفاهم حول هذا الأمر، تفاهم يضمن استقرار مصر وأمنها ويضمن أيضا رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. طب هناك أيضا يعني في بيانات المتتالية للجيش الإسرائيلي التي ظهرت منذ قليل برضو اتهامات بأن بعض المتسللين للقيام بهذه العملية كانوا من قطاع غزة، وهم هؤلاء هم من يشتبك معهم الجيش الإسرائيلي الآن، ماذا تقولون في ذلك؟ طبعا أنتم تتفقون معنا تماما أن إسرائيل تحاول التحريض بمناسبة وبغير مناسبة، بوجود مبرر وبغياب المبررات، إسرائيل تحاول التحريض دوما وتحاول التأليب دائما في كل الأحوال، وبالتالي لا يمكن على الإطلاق أن نثق في المصادر الإسرائيلية ولا يمكن أن تعتمد الأخبار التي تأتي من قبل إسرائيل. إسرائيل تتحدث بهذا المنطق طوال الوقت، وإسرائيل تهاجم مصر أيضا طوال الوقت، وإسرائيل تحرض على الفلسطينيين طوال الوقت، وبالتالي الأخبار التي تأتي من إسرائيل لا يمكن على الإطلاق أن تكون مصدرا لمواقفنا، ولا يمكن على الإطلاق أن يبنى عليها. طب أرجو أن تبقى معي سيد نافذ، معي على الهاتف أيضا الدكتور عبد الرحيم علي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. دكتور يعني تعليقك على الحادث، وسمعت معي مكالمة السيد نافذ عزام بينفي تماما الأنباء من المصادر الأمنية المصرية حول تسلل عناصر من قطاع غزة لتنفيذ العملية الإرهابية، يعني تعليقك على ذلك؟ يعني أنا أعتقد أنه طوال الوقت الإخوة الأشقاء والأعزاء في فلسطين وفي غزة ينفون تماما علمهم بتحركات على الأرض هدفها الأساسي هو إجراء عمليات واضحة في سيناء ضد الأمن المصري وضد الجيش المصري في محاولة لزعزعة استقرار في سيناء لأهداف يعلمها الجميع. للأسف الشديد إيه الهدف؟ معلش يا أستاذ عبد الرحيم، يعني إيه الهدف؟ يعني إيه يعني إيه اللي يفيد قطاع غزة من؟ لا، ما نتكلمش عن قطاع غزة، أنا أتحدث هنا عن الذين يقومون بهذه العمليات، هم يريدون إبعاد كل الأعين التي تراقب تحركاتهم، إقامة معسكرات مفتوحة، هم يعتقدون أنهم بسبب إقامة إمارة إسلامية في سيناء للتحرك نحو الداخل المصري بها إذا كان التيار الإسلامي أعلى إذا فاز في الانتخابات سيطبق الشريعة ويقيم دولة إسلامية، وإذا كان هذا التيار كذب عليهم وهو عاجز عن إقامة دولة إسلامية أو تطبيق الشريعة، بنشوف تعيين الجنزوري مستشار للرئيس مرسي، بنشوف إعادة لتعيين المشير طنطاوي بعد ما اتقال لا لحكم العسكر، بنشوف 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 بنشوف. انا بس عايز اعيدك على المشهد في سيناء ومعي على الهاتف ايضا الاستاذ نفسي، متعلق ببعضيه يا فندم. الاخ الزواهري عندما اجريت الانتخابات في مصر قال بوضوح وفي القاعده اللي موجود بدون ان يخفي رؤوسنا في الرمال بشكل كامل في سيناء، موجود بشكل جزئي كبير جدا لدى ممتاز دغمش ورفاقه في الجيش الاسلامي في غزه، وهناك مناطق لا تستطيع لا حركة حماس ولا حركة الجهاد الفلسطيني دخولها، وهي مناطق ممتاز دغمش والجيش الإسلامي في غزة، وهو الذي يدعم تنظيم القاعدة في سيناء والعناصر التي تحاكي تنظيم القاعدة في سيناء. مين دول يا أستاذ عبد الرحيم؟ مين دول؟ من هم؟ من يقوم بهذه العمليات داخل سيناء؟ هل هم بالفعل متسللون من قطاع غزة؟ هل في مين دول؟ يا سيدي، ما انا بحاول اوضح لحضرتك. اتفضل. الموجودين داخل سيناء هم عناصر مصريه وفلسطينيه وجنسيات اخرى تنتمي لفكر تنظيم القاعده، يقدم لها تسهيلات لوجستيه، سلاح واموال وتدريبات من خلال الجيش الاسلامي المرابط على ارض غزه
الخاضعة لحكم حركة حماس. هذا التنظيم وهؤلاء الناس الموجودين في سيناء يتحركون وفق توجيهات تنظيم القاعدة. قلت لحضرتك ان تنظيم القاعدة بقيادة رئيسه الحالي الاخ ايمن الزواري قال بوضوح اذا الانتخابات ما جابتش حكومة تطبق الشريعة الاسلامية اذا الثورة فشلت وعلينا نحن ان نواصل جهادنا بطريقتنا للوصول الى الحكم الاسلامي. ما الانتخابات جابت رئيس من الاخوان المسلمين ايوه جابت حكومه ولم يطبق الشريعه الاسلاميه ولم يستعين بحكومه اسلاميه تطبق شرع الله وبالتالي فهو في نظرهم فاقد للشرعيه وبالتالي هم يحاولون استكمال المسيره اللي وعد بيها. ما هو انت لما توعدي بحاجه وتيجي بعد كده الظروف بتحرزك او بتبقي بتكذبي على الناس وبتقولي لهم انا شعار الانتخابي هو تطبيق الشريعه الاسلاميه وهو الحكم بالاسلام والناس تدعمك وترفعي طموح الناس او ترتفعي بطموحات الناس ثم بعد كده تلاقي الواقع مر ولا تستطيعين التعامل معه بهذه الطريقه الساذجه تعطي الاخر ورقه رابحه للعمل بها. اذا انت مضغوط عليك، اذا انت مقيد، اذا انت ما عندكش سلطات، اذا انت مش ناجح، اذا الثوره فشلت لانها لم تطبق الشرع. اذا نحن نتقدم بالثوره. طب ابقى معي بس يا استاذ عبد الرحيم. نقطه مهمه بعد اذنك بس. طيب قبل ما انتقل استاذ نافذ مره اخرى عشان بس تكتمل الصوره. نحن الخطابه وشرم الشيخ ودهب والمشهد الحسيني وهناك النيابه من نجد عبد اسرائيل. اسرائيل مغرضه وعايزه تدخل حماس وحركه الجهاد وغزه ومغرضه لدى لدينا نيابه عامه مصريه ولدينا نائب عام مصري احال الاخوه الفلسطينيين عدد من القضايا فيها عدد من العناصر منهم خالد مصطفى ومنهم ممتاز مش منهم مجموعه كبيره جدا موجوده في غزه. الى الان لم تسلم اي جهه هؤلاء الناس ومنهم مصريين متهمين في قضايا الاربعه اللي قلت لحضرتك عليها. طيب الجزء الاخير بس عشان اختتم حديثي وهي فكره الانتقام والذي ما زال يمارس ضد جهاز امن الدوله اللي هو جهاز الامن الوطني الان. لا يمكن يا استاذه لميس ان تقاومي عناصر ارهابيه بدون جهاز امن معلوماتي يقوم بهذا الدور. اذا انت وظيفتك الوحيده هو انك تنتقمي من هذا الجهاز، تقدمي عناصره الى المحاكمه، تيجي اي حركه شرطه فتعد قائمه بالعناصر التي كانت تطارد الارهابيين والمتشددين الاسلاميين وتقدمها لوزير الداخليه وتقول له الناس دي تمشي، فالوزير يقول على جثتي ويقعد في البيت. مثل هذه الممارسات التي تمارس ضد جهاز المعلومات الوحيد في مصر الذي يتصدى الى هذه الظاهره ترقى لجريمه خيانه امن قومي عليا. يعني خيانه لهذا الوضع. طب انا بس حاف عند النقطه دي وهرجع لك تاني عشان هناقشك فيها، ابقى معي. سيد نافذ عزام، اذا كنت سمعت ما قاله الدكتور عبد الرحيم علي حول ان هناك عناصر مصريه فلسطينيه تنتمي لتنظيم القاعده متمركزه في سيناء وتتلقى تعليماتها من القاعده، هل لديكم معلومات حول ذلك؟ مرة أخرى نحن لا توجد لدينا معلومات حول هذا الأمر، وأنا أود التصحيح للسيد عبد الرحيم. نحن في حركة الجهاد الإسلامي لسنا حكومة ولسنا سلطة هنا في قطاع غزة. نحن حركة مقاومة، هدفنا الأساسي التصدي لإسرائيل وحماية شعبنا وحماية حقوق شعبنا واستردادها. هذه وظيفتنا الأساسية، ومواقفنا في حركة الجهاد الإسلامي واضحة تماما، سواء فيما يتعلق بالمقاومة أو ما يتعلق بالعلاقة مع إخواننا وأشقائنا في مصر. نحن توجد بيننا وبين الإخوة المصريين اتصالات لا تنقطع حول هذه الأمور، ونحن لا يمكن على الإطلاق أن نفكر في أي خطوة أو أي إجراء أو أي شيء يمكن أن يؤذي مصر ويمكن أن يسبب لها أي نوع من أنواع الضغوط. وبالتالي مواقفنا في هذا الأمر واضحة. توجد أطراف أخرى، توجد جهات أخرى، توجد عناصر أخرى. مين بقى الأطراف الأخرى حتى لو لم تكن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؟ مين في رأيك، هل هناك إيه العناصر الأخرى؟ إيه الأطراف الأخرى؟ نحن حتى الآن لا نعرف من هي هذه العناصر التي قامت ب
هجوم اليوم الذي ندينه بشدة، ولا نظن أنه يخدم القضية الفلسطينية، ولا نظن أنه يعزز من مقاومة الشعب الفلسطيني. هذا الأمر الذي حصل اليوم لا يمكن على الإطلاق أن يصنف ضمن مشروع المقاومة أو ضمن مشروع مواجهة إسرائيل. الهجوم على نقاط تفتيش مصرية وقتل مجندين مصريين وبالذات في ساعة الإفطار، هذا أمر مقزز وأمر ندينه بشدة وبأقصى العبارات. لكن الأمور واضحة، السيد عبد الرحيم يتحدث عن عناصر أخرى يصفها بالمتشددة والمتطرفة، هذه العناصر موجودة في كل مكان، وبالتالي نحن لا نتحمل المسؤولية عنها، لا نتحمل مسؤولية ما تقوم به بعض هذه العناصر أو بعض هذه الأطراف الهامشية، سواء وجدت في غزة أو وجدت في مصر أو وجدت في أي مكان آخر من العالم. لكن العناصر الأساسية أو الأطراف الرئيسية في الساحة الفلسطينية على في الدائرة الإسلامية، حماس والجهاد الإسلامي، نظن أن مواقفهما واضحة تماما تجاه العلاقة مع مصر والحرص على استقرار مصر وأمنها، أو فيما يتعلق بآلية وطريقة مواجهة إسرائيل. أشكرك سيد نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. أعود إليك أستاذ عبد الرحيم، يعني حضرتك قلت معلومة مهمة، أنه عرضت حركة الداخلية على الرئيس، ثم عادت مرة أخرى للوزير، والوزير رفض التعديلات. مظبوط الكلام اللي حضرتك قلته ولا يعني؟ مظبوط يا فندم، بس خليني الأول هوضح لك النقطة دي وهقول لك معلومات. فضل. أكلمك على، وعايز أسألك على 17 اللي تم العفو عنهم يعني. خليني الاول اتكلم مع الاخ عزام. طبعا انا مصدقه جدا، الاخوه في الجهاد الفلسطيني مجهودهم مقدر داخل قطاع غزه. انا اتحدث عن من يحكمون القطاع، من لديهم اجهزه امن واجهزه استخبارات ويحكمون القطاع ويسيطرون على الحدود ما بين، نتكلم على حماس يعني، نتكلم على حركة. حماس بوضوح. انا اتحدث عن حركه اسلاميه تسيطر سيطره كامله، لديها رئيس وزراء، لديها وزير داخلية، لديها مسؤول للأمن القومي، يعرفون جيدا من هو ممتاز به، مش يعرفون تهديده للأمن القومي المصري، يعرفون العناصر التي تقبع على الأراضي الغزاوية وقد قامت بعمليات داخل مصر، وإلى الآن تطالبهم النيابة العامة المصرية ونيابة أمن الدولة بهذه العناصر، ولم يصل إلينا عنصر واحد خلال 10 سنوات منذ تفجيرات طابع 2004 حتى الآن 8 سنين نحن نطالب بمجموعة من العناصر لم تأتي حتى الآن. السلاح الذي يخرج من غزة إلى مصر، قالوا أن السلاح يخرج يدخل من مصر إلى غزة، قلنا لهم ولماذا يرتد في صورة مفلقعات وأسلحة من غزة إلى مصر، قالوا لا نعرف عنها شيئا. قلنا لهم كيف تكونون حكومة، وهل تقبلون أن يقوم مواطن مصري من تنظيم القاعدة أو من تنظيم الجهاد بتهريج سلاح داخل غزة لمقاومة حكومة حماس دي ولقتل ضباط من حماس وضباط من فلسطين؟ إذا كنتم ترضون بذلك فأنتم ترضون بأن يقوم بعض الغزاويين من المتطرفين المنتمين لتنظيم القاعدة بالتنسيق مع زملائهم المصريين الموجودين في سيناء بالتعرض للقوات المصرية، حرس الحدود، قوات الجيش المصري أو قوات الشرطة؟ حدث هذا في أكثر من مناسبة، 5 نقاط شرطة أو أقسام شرطة خرجت من الخدمة نهائيا في شمال سيناء في الفترة الماضيه عندما قامت الثوره، تم اقتحام الحدود، واول من ضربت كل المنافذ الحدوديه للشرطه المصريه ومنها جهاز امن الدوله، هذا على مرأى ومسمع من اناس يحكمون القطاع. نحن بات علينا ان نتحدث بلغه واضحه بين الرئيس المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين وبين رئيس الوزراء المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين على الجانب الاخر من غزه. من المسؤول عن تهريب السلاح على الحدود؟ من المسؤول عن دخول هذه العناصر المتشددة؟ من المسؤول عن قتل الجنود المصريين؟ هؤلاء يا سيادة الرئيس أبناء مصر وأبناءك وإخوانك، يجب أن تتحدث مع كوادر الإخوان المسلمين في غزة، ويجب أن يكون الحديث واضحا من مصري وطني غيور على أهلي وناسي وجيشي وسلطتي إلى مواطن أجنبي. نعم، أهل غزة مواطنين غير مصريين، دم الجندي المصري لا يساوي دم الجندي في أي مكان في العالم وفقا لي ووفقا للرئيس المنتخب. هذا كلام لا يقبل النقاش
ولا يقبل المفاوضه، لكن ان يتم مجامله الاخوان في غزه، حركه حماس الضياع المجهز كما قال الاخ محمد بديع مرشد عمل الاخوان المسلمين، الضياع المجهز لحركه الاخوان المسلمين على حساب الجيش المصري وعلى حساب المصريين، هذا مرفوض جمله وتفصيلا، ويجب ان يقول المصريون فيه قول فاصل اليوم قبل غد. القضيه الاخرى وهي قضيه امن الدوله المصري، انتم تعرفون ان جهاز امن الدوله كان مكلفا بمتابعه الاخوان منذ ان كان امنا سياسيا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر حتى الان. انتم تعرفون انه قام على مدى 30 سنه بمتابعه سريعا بس يا استاذ عبد الرحيم عناصر ليه المحكمه، عايزك تعلق لي على ال 17 الذين تم العفو عنهم او ال 21 اللي تم العفو عنهم دول. دول مهمات جماعه الاخوان المسلمين كانت القضاء على هذا الجهاز دون ان يعلموا انه عين الوطن في مواجهه اعدائه. الان نحن انتم في السلطه لستم معارضه ولن يقوم هذا الجهاز بمتابعتكم، لكن هناك عناصر يجب ان يتابعها، وهناك عناصر ذات خبره عاليه في متابعه هؤلاء الناس. هذه العناصر تحديدا، واقول بشكل واضح، عندما عرضت الحركه على الاخ الرئيس محمد مرسي قام بارسالها الى جماعه الاخوان المسلمين التي دفعت الى المكاتب الاداريه، التي شطبت من شطبت وازالت من ازالت، وبلغ الضباط بانهاء خدمتهم نهائيا وذهبوا الى بيوتهم. انا اقول معلومه واضحه، ذهبوا الى بيوتهم وخرجوا من مكاتبهم، حتى قال الوزير وهذا كلام سيسجله له التاريخ محمد ابراهيم، انه على دستته ان يقوم هؤلاء الناس، ورئيس الجهاز قال نفس الكلام، على دستهم ان يذهب هؤلاء الناس لانهم ثروه قوميه لمصر، ليس للرئيس مرسي ولا للرئيس السابق مبارك ولا لغيره. فتم اعاده هؤلاء الناس حتى ان بعضهم ترك موقعه فحاولوا عودته الى موقعه مره اخرى، فوجدوا ان موقعه تم شغله عبر الحركه فذهبوا به الى مكان اخر. هذه القضيه يجب ان ننظر اليها بعين الرعايه الكامله. نحن جهاز اتصرف عليه مليارات الدولارات. طيب مصر الضريبه اللي اتاخدت مني ومنك يا مدام لميس صرفت على هذا الجهاز عشان يحمي امن مصر الداخلي. طيب عشان الوقت بس اشكرك استاذ عبد الرحيم علي الباحث في الشؤون الجماعات الإسلامية. خبرين قبل ما اخرج فاصل واستقبل ضيوفي. الحقيقة النهاردة كان عندنا جلسة نقاش حول الأمن والبلطجة وعودة الشرطة عودة الأمن، وده جزء من حوارنا حتى حول ما يحدث في رفح الآن. لكن عندي خبرين، مصدر عسكري نفى دعوة الرئيس للمجلس العسكري لاجتماع عاجل. الخبر ده طبعا كان نزل على صفحة الحرية والعدالة، أن الرئيس مرسي قد دعا المجلس العسكري لاجتماع عاجل في أعقب الهجوم على نقاط حرس الحدود في رفح، ولكن الآن مصدر عسكري نفى لنا ذلك، نفى دعوة الرئيس للمجلس العسكري لاجتماع عاجل. وأيضا هناك أيضا مصدر أمني على وخبر على عهدة وكالة أنباء الشرق الأوسط، تم إغلاق معبر رفح إلى أجل غير مسمى. إغلاق معبر رفح إلى أجل غير مسمى. إحنا في انتظار ماذا سيفعل السيد رئيس الجمهورية، إحنا في انتظار ماذا سيفعل السيد رئيس الوزراء. لم يعد الموضوع موضوع هزار، إحنا مش بنهزر بقى مع بعض. 15 جندي مصري، هذه أرواح 15 جندي مصري. هل بعد الثورة، هل في النظام الجديد، هل هؤلاء الجنود أرواحهم إيه؟ تمنها إيه؟ 15 جندي مصري واقفين بيحمونا كلنا على الحدود المصرية، قتلوا بأيد إرهابية، مش عارفين بقى متسللين من غزة، عناصر جهادية من جوه سيناء وجهادية بتجاهد في مين؟ 15 جندي مصري، وفي 7، والأعداد ممكن تكون أكتر من كده، وفي 7 جنود وضباط جرحى بجروح يعني كبيرة. نتمنى لهم الشفاء ونترحم على أرواح الشهداء، شهداء بجد، مش اللي راحوا قدام السجون المصرية وكانوا بيقتحموا السجون المصرية وعايزين ياخدوا يعني دعم وعايزين ياخدوا أموال. شهداء بجد، جنود مصريين ذهبت أرواحهم
لا نريد أن تكون قد ذهبت هباء. فاصل ونستقبل ضيوفنا.